لو سألنا حضرتك عن أهم إنجاز مهني وأهم إنجاز شخصي تختار حضرتك إيه؟ أهم إنجاز مهني في حياتي هو ما توجهت إليه في بداية حياتي للتخصص في المسائل البحثية والعلمية، لأني درست بعمق شديد جدا في إطار تخصصات الهندسة في مجالي، في مجال المواد، وفي الإطار التطبيقي أكثر من الإطار النظري. فحصلت على الدكتوراه، وده اداني سعة كبيرة جدا، وخاصة ان الدكتوراه كانت من الولايات المتحدة الامريكية ومع استاذ كبير جدا، اكبر واحد في العالم كله في المجال ده حينئذ. وعملت في التدريس وعملت في الصناعة وعملت مستشار للمؤسسة ناسا الامريكية في اطار محركات سفن الفضاء في مرحلة طويلة، فأبحاث كثيرة في هذا الاطار الشخصي. لكن عايز اتكلم على ايضا الشخصي، اكبر انجاز شخصي عملته في حياتي تزوجت زوجتي. لأنه سمعت أخيرا أن في لغط حول هذه المسألة نعم. فهم خطأ ربما، أنا لم أقل ولم أكتب أن أنا كنت بعمل في وكالة ناسا الأمريكية. هذا لم يحدث. طب كويس ان حضرتك توضح. أنا لم أعمل في وكالة ناسا الأمريكية ولم أكتب هذا، وليس في يعني السي في اللي بيقولوا، يعني زي ما بيقولوا، أو يعني السيرة الذاتية لي ما يثبت أني كنت أعمل في وكالة ناسا الأمريكية. نعم.